رجعنا لكم تاني ولسه مكملين في قاعدة مع نشوة، واللي مشرفني فيها دلوقتي الدكتور أحمد سيد فهمي، استشاري جراحة التجميل والحروق ورئيس قسم جراحة التجميل والحروق بمستشفى أم المصريين العام. أهلا بيك يا دكتور، أهلا مشرفني دكتور. النهاردة في قاعدة مع نشوة. أشوف الحمد لله. مبدئيا كده يا دكتور، في موضوع يعني كنا بتناقش فيه أنا والإعداد وكنت عايزة أكلم حضرتك فيه، وتقريبا عرضناه على حضرتك فقلت إن هو موضوع مهم جدا ولازم نتكلم فيه، لأن ليه أعراض كتير قوي وليه أمراض كتير هي بتوصل للشباب عموما، اللي هو مرض التثدي. عايزين نعرف في البداية ايه هو مرض التثدي؟ التثدي ببساطة هو كبر او بروز حجم الثدي عند الرجل او الشاب. خلاص، وهو ده طبعا بيخص فئة عمرية كبيرة وبيخص قطاع عام من الايه، من المجتمع اللي هو الرجال والشباب. خلاص، تمام. اللي هم تقريبا 60% من ايه، من من الشباب المجتمع، عندهم مرض من التثدي المجتمع. ده. فاحنا بنقول ان مرض التثدي ده يعني الثدي نفسه ظهر وكبر عند الشاب او الرجل وهو بيلاحظه، فبيخلي عنده موضوع ايه، طب عامل نفسي. هل ده يا دكتور ليه اسباب معينه، او ان هو مثلا بيبقى عامل وراثي، ولا بياخد مثلا ادويه فبتسبب ده، ولا بيجيله ازاي؟ مش شرط، وفي عوامل وراثيه يعني ممكن يجي الابن وابوه كذلك، وممكن ايه يحصل للشباب، بس الايه الاب مش ايه مش عنده، فهو بيحصل عند الشباب. واحنا بنقول اهم حاجه ان انت تشوف مرض التثدي ده هو في دهون بس، ولا في ايه تثدي وزياده في الغدد اللبنيه اللي هي عملت ايه تثدي وكبرت تحت الايه، تحت الهاله الايه البنيه للثدي. طيب، هي ده ممكن ان هو يكون ليه عامل وراثي مثلا ان هو بيسبب له المرض التثدي، ولا مثلا بياخد ادويه ما خدش باله فما يعرفش السايد افكت بتاعتها ايه، ان هي ايه اللي بتسببه بعد كده؟ واحنا المرض التثدي ده مرض كبير خلاص وطول شرحه، فاحنا الاول بنقسمه ان التثدي ده عباره عن ايه، بروز حجم الثدي عند الايه، عند عند الشباب. الرجل وعند الشاب. خلاص، وبيبدا من فئه عمريه بدريه شويه زي الايه 14 او 16 سنه تمام. في مرحله البلوغ، وتقريبا ده بيبقى فيه خلل او اضطرابات بين الهرمون الانثوي والهرمون الذكوره عند الايه، عند الشاب. يعني هو ليه سن معين يا دكتور، يعني ولا غالبا بيبدأ عند سن 14 أو 15 سنة، اللي هو سن البلوغ عند الشباب؟ سن البلوغ. طيب، أكيد ليه حالة نفسية أو بيأثر على الشاب في مرحلة ما، إن هو بيوصل لمرض التثدي بيكون عنده فبيلاحظ ده على جسمه فبيعمل له مشكلة نفسية؟ طبعا هو الشاب نفسه يعني خايف يغير هدومه، خايف يطلع مع أصحابه، خايف يخرج، خايف ينزل، خايف يطلع مصيف، خايف حد يشوف صدره، هو صدره كبير، هو خايف طب هو ليه وقلقان. انواع المرض التثدي يا دكتور؟ انواع طبعا، في انواع كتير، زي وبيحصل في درجات، بيحصل في درجات مثلا لو في مرحله البلوغ ومرحله الكبار ومرحله اللي هو السن اللي هو بعد السن اللي هم الناس الكبار قوي، ده عشان اللي نقص هو فوق هرمون ال40 الذكوره، مثلا. فوق ال40 وفوق ال50 وفوق ال60 كمان، ده نقص هرمون الذكوره عندهم في الوقت ده. فطب درجاته ايه بقى يعني بعد درجات احنا انواعه؟ بيتقسم لكذا حاجه، هل التثدي ده تثدي حقيقي ولا تثدي كاذب؟ التثدي الحقيقي اللي هو فيه في التهابات وفي التثدي وفي كبر حجم الغده اللبنيه اللي هي تحت الايه؟ الثدي اللي هي عند الرجل. خلاص، فده اسمه تمام. تثدي حقيقي، انما التثدي الكاذب اللي هو دهون بس زايده في ايه؟ في منطقه الثدي، ودي تبقى من غير ايه؟ من غير الديسك، ان احنا بنقول الكتله الصلبه اللي هي تبقى موجوده، لازم نعرف ان هي في كتله صلبه ولا دهون زايده بس. طيب، لو الشاب مثلا لاحظ ان هو ابتدى صدره ان هو يكبر زيه زي البنوته وسبب له مشاكل نفسيه، بيبتدي ان هو يلجأ على طول للدكتور علشان يتعالج من ده، ولا بيدخل في العامل النفسي اللي هو لا، بيأثر ده عليه ممكن يدخل نفسيا؟ في العامل النفسي ده سنه واثنين وثلاثه، ممكن يفكر يروح للدكتور ده بعد سنين. يعني لما يجي لنا العيان في العياده يكشف، نقول له ده من امتى؟ يقول لك من سنتين، من ثلاثه، من اربعه. طب ما جيتش ليه؟ مش عارف، مش قادر يعني مش قادر سبب له مشكلة نفسية أكبر. ومش قادر يروح لدكتور التجميل، هو محرج خايف من دكتور التجميل. الشباب عندنا او الرجاله ما يحبوش يروحوا لدكاتره التجميل ايه؟ كتير، مش زي بيتكسفوا يعني. مش زي الستات. هي طبيعي ان الستات بتروح ايوه، لدكتور التجميل علشان للتجميل على طول، انما التكبير او الشاب، تصغير او الشاب لا، فبيتكسف. الشاب دايما بيتاخر، وممكن يتاخر لحد بقى داخل على ايه، على جيش،
وزمايله هيشوفوه، لا دخل على فتره خطوبه، دخل على فتره جواز، فده ممكن. طيب ايه اغرب الحالات اللي جات لك يا دكتور في العياده من امراض التثدي؟ لا كتير، احنا عندنا برضه نوع تثدي مهم قوي اللي هو بيبقى في حديث الولاده، اللي هو بيجي بعد اسبوعين او ثلاثه من ايه؟ من الولاده، ويبقى عند البنين والبنات، والام يعني تقلق قوي اللي هو على لسه ما كملش شهر بيبي، وتقلق قوي على حجم كبر الثدي فين؟ عند ابنها او عند بنتها، وده بيكون ملحوظ يا دكتور؟ لا ده ملحوظ قوي وباين وظاهر، حتى لو البيبي عنده شهر، حتى لو اسبوع، ونقول لها ده ما تقلقيش، لان ده على حسب الهرمونات اللي هي داخله من الام خلاص للجنين عن طريق الحبل السري، بتاثر زي ما قلنا بعد ايه؟ بعد شهر او اثنين او اسبوع او اثنين، وممكن تستمر اسابيع عشان تروح. لما يروح تاثير الهرمون ده من عند الطفل ده تبدا تروح، وممكن تستمر في البنات الصغيرين لفتره بس سنه كامله. بس هي طبيعي، طبيعي في البنات ان هي تكون وبتروح. موجوده، لا انما مش طبيعي في السن ده، يعني في السن الصغير في حديث اللي هو الولاده اول سنه لا طبعا مش طبيعي. وبنقول للام خلي بالك وما تجيش عند ابنك او بنتك وما تقربيش عنده وما تخافيش وما تقلقيش، لان الموضوع ده وضع طبيعي. اهم حاجه انه ما فيش التهاب، ما فيش احمرار، ما فيش اي حاجه، لان ده ما ينفعش فيه اي تدخل. طب امتى الا لا قدر الله خايف بقى؟ دي خايف لو حصل احمرار، لو حصل التهاب فيه، او الطفل بيعيط منه على طول، نعرف ان ده حصل فيه التهاب وده كون صديد، فلازم تدخل، وتدخل يبقى بحد متخصص. يعني على ليه أساس علامات معينه الام بتشوفها فبالتالي ان هي تبتدي تقلق وتخاف فتروح للدكتور. كبر الحجم طبيعي، ما فيش اي مشكله في الاطفال، بس اهم حاجه ان ما يبقاش فيه ولا التهاب ولا احمرار ولا اي حاجه. وما نبداش نعصر او نعمل اي حاجه للطفل ده، لان كده احنا بندخله هيأثر عليه اكتر. ممكن يحصل التهاب، والالتهاب ده يؤدي الى ايه؟ تجمع صديد، وصديد وخراج، ونضطر نفتحه. لو البنين ما فيش مشكله قوي، انما البنات ممكن ياثر على حجم الثدي وتطلع بعد كده وتبقى كبيره وفي ثدي اكبر من ناحيه، لان حصل ضمور بسبب التدخل ايه؟ الجراحي في الوقت ده. طيب العمليات الجراحيه بالنسبه لمرض التثدي للاطفال بيكون سهل ولا صعب، ومدى تفاوته ما بين ما احنا بقى كده الطفل والشاب؟ لا احنا ما بنتدخلش خالص بالنسبه للاطفال اللي هم حديث الولاده الا في الطريقه اللي قلت لحضرتك فيها. لو حصل التهاب، لو حصل التهاب او احمرار، ده بنبدا نتدخل عشان نعمل ايه؟ نفضي او نشفط الايه؟ الصديد ده، الصديد اللي هو عشان حصل الغده اللبنيه ما تروحش ايه؟ وما يحصلهاش ضمور. انما احنا بنتكلم بقى في الشاب اللي هو عنده 14 او 15 او 16 سنه وبدا عنده يظهر ايه؟ علامات الايه؟ التثدي. ونفحصه كويس. التثدي ده ممكن يجي بدون اعراض خالص، لان التثدي ده ممكن يسبب الم بس في مراحل ايه؟ في اوقات قليله قوي، لان غالبا ما بيعملش ايه؟ الم. هو شكله العامل النفسي اللي عنده بسبب كبر حجم الثدي، بسبب ان هو كبير، بسبب ان هو في مرحله عمريه ما ينفعش صدره يبقى كبير. لا على عكس الايه؟ على عكس البنوت. البنات خلاص، يعني هي البنت بتوصل لمرحله خلاص عايزه صدرها يكبر، انما هو عايز صدره يقل، فيبتدي ان هو يخش في مراحل نفسيه مش كويسه، فيبتدي ان هو ينعزل شويه، او يبتدي ان هو يلبس ممكن هدوم ينعزل. ممكن يلبس هدوم واسعه، ما يقدرش يروح الجيم، ما يرضاش يروح مصيف، ما يقدرش ينزل. بمناسبه موضوع الجيم ده يا دكتور هسال حضرتك فيه، بس احنا معانا اتصال تليفوني، محمد من الجيزه. مساء الخير يا محمد. مساء الخير، السلام عليكم. منور قاعده معانا شويه يا محمد. اهلا بيك. اهلا بيك. انا عايز اتكلم مع الدكتور، بس اتفضل حاجه. اتفضل دكتور. دكتور احمد معاك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا دلوقتي عندي موضوع الصدر ده كبير وتعبني جدا، ومأثر على نفسيتي، وبروح الجيم من زمان ومفيش اي تغيير. طيب مأثر على نفسيتك، انما تعبك ازاي؟ في ألم ولا فيش ألم؟ لا لا تعبني نفسيا، يعني تعبك تعب نفسي. ايوه. طيب انت عندك كام سنه يا محمد؟ وخايف، خايف اعمل العمليه ولا حاجه لو كنت فيها تاثير ولا حاجه. عندك كام سنه يا حماده؟ عندي 20. عندك 20. طيب الموضوع ده ظهر اديله قد ايه تقريبا؟ او انت لاحظت إيه؟ او انت لاحظته من امتى؟ طلع يا دكتور الموضوع ده ظهر بدا ظهر عندك من امتى يا محمد؟ او انت لاحظت الموضوع ده عندك من امتى؟ من سن 16 سنه. من سن 16 سنه. طب هو بيزيد ولا ثابت يا محمد؟ لا ثابت. ثابت. طيب انت كشفت يا محمد ولا محرج تروح لدكتور؟ لا انا ما كشفتش خالص. خالص. انا عاوز اعمل عمليه، بس انا خايف لو كنت في تاثير او تاثر عليا في حاجه. لا مفيش تاثير خالص يا محمد. المهم انت بتشرفنا وتيجي وتكشف الاول، ونطلب لك التحاليل اللازمه، لو محتاج اشعاعات ولا حاجه
نطلبها، وبعد كده نقرر ان شاء الله احنا نعمل لك عمليه ايه، لان التثدي ليه درجات كتيره يا محمد. في درجات اوليه وأنواع بتوصل لمرحله العمليات الجراحيه نفسها. وفي شكرا ليك يا محمد. طيب هو دلوقتي بيقول ان هو المرض بدا عنده او ان هو بدا يلاحظ ده عن نفسه من سن 16 سنه وهي ثابت، وبيقول ان هو عايز يعمل عمليه ومش عارف ومحرج يروح. طب اكيد هو يعني احنا بنطمنهم خالص ان العمليه دي يعني سهله وبسيطه. مش سهله وبسيطه يعني ايه؟ يعني لا، ليها تحضيراتها وبنكشف على العيان كويس ونقيم الموضوع. ولازم تشخيص كامل طبعا يا دكتور، وبيبتدي ممكن العلاج الاول قبل العمليه؟ لا، هو غالبا ملهاش علاج، يعني غالبا ملهاش علاج، هو ليها غالبا تدخل جراحي. نقول امتى الحالات ندخلها جراحي وامتى الحالات ايه ما تدخلش. خلاص، طب احنا هندخل جراحي، نشوف الموضوع بيبقى ناحيه واحده ولا ناحيتين، طيب درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، يعني الترهل بتاع الثدي في المرحله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه، طيب موجود دهون والكتله الصلبه بس اللي هو الديسك اللي احنا بنقول عليه، ولا موجود دهون وكتله صلبه وفي ترهل فين؟ طيب ايه هي المرحله الاولى والثانيه والثالثه عشان اوصل للتدخل الجراحي؟ المرحله الاولى ان احنا عندنا زياده دهون فقط لا غير، خلاص، مع وجود ايه؟ الغده اللبنيه زياده. أيوة. الغده اللبنيه. أيوة. او اللي هي بس ما فيش اي ترهل فين؟ في الثدي، بس دهون بسيطه احنا بنسميها واحده سمول ومودريت وايه؟ ولارج، يعني صغيره متوسطة وكبيره. طيب الصغيره ديت يعني دهون بسيطه مع ايه؟ مع غده لبنيه ايه؟ بس دي ممكن تتعالج من غير تدخل جراحي ولا لازم؟ هو غالبا بيبقى في تدخل جراحي، بس التدخل على قد الدرجه، يعني ممكن يبقى تدخل بلايبوسكشن بس، يعني شفط دهون فقط لا غير. خلاص، والعيان بيخرج بعديها بساعتين من المستشفى ومفيش اي حاجه، وبيلبس الكرسي وبيتعامل تاني يوم وتالت يوم عادي خالص، وبيروح لو بيروح شغله، لو بيروح مدرسته، لو بيروح عادي خالص. طيب والمرحله الثانيه؟ المرحله الثانيه ممكن برضك بتبقى فيها شفط دهون فقط لا غير، وممكن نستأصل معاها الديسك اللي موجود، وبنستأصله عن فتحه صغيره جدا بحوالي 2 سم تحت الهاله الايه؟ البنيه. تمام، والثالثه دي هي تدخل جراحي. ما كلهم دول تدخل جراحي، احنا شفط الدهون بالنسبه لنا او استئصال الديسك ده كله تدخل جراحي، لان العيان بيدخل اوضه العمليات وبياخد بنج، سواء بقى مخدر موضعي، سواء مخدر كلي مع مخدر موضعي، بس المهم العيان في اوضه عمليات ومع دكتور تجميل. طيب، لازم مش اي حد يشتغل ايه؟ جراحه او مرض التثدي. أيوة، عموما، او ان هو عنده عامل نفسي. خلاص، فاحنا عاوزين نطلعه بشكل صدر كويس قوي، ما يبقاش هو طالع بايه؟ بشكل صدر فيه مشاكل، يزود له العامل النفسي ويفضل ما يقدرش يقلع هدومه قدام اي حد طول عمره. طيب هو بعد ما بيعمل العمليه دي يا دكتور، اللي هو التدخل الجراحي علشان يعالج المشكله اللي عنده او مرض التثدي، بيرجع تاني ولا خلاص هو بتتعالج من اول مره؟ لا، دي ما فيهاش رجوع تاني، لو اتعملت كويس واتعملت بالتقنيه اللي موجوده خلاص ما بترجعش. ليه؟ لان احنا يعني اصلا ما بترجعش تتكون تاني. لا، احنا استأصلنا الغده اللبنيه اللي موجوده، بنستأصل يعني معظمها، بنسيب جزء صغير تحت الهاله البنيه عشان ما يحصلش فيها دروب وتدخل لجوه يبقى شكلها وحش. وبالنسبه للدهون اللي موجوده احنا عملنا لها ليبوسكشن او شفط من كل الايه اللي حوالين الايه الديسك. فالدهون دي هي ده مكان تخزين الدهون، فهترجع ازاي؟ فأصبحت يعني فاصبحت جزء بتاع الجلد بتاعنا الوقتي اللي موجود بقى اصبح لازق على الايه؟ على العضله اللي موجوده، فما فيهاش تكون تاني. طيب لو بعد ما عمل العمليه الجراحيه، وفي ادويه اكيد ان هي بتسبب مرض التثدي، عمل العمليه الجراحيه وبقى تمام ومفيش اي مشكله بالنسبه له، بدا ياخد ادويه ما يعرفش ان النتائج بتاعتها ان هي ممكن تعمل مرض التثدي، فممكن ترجع تاني؟ احنا في الاول لما العيان بيجي يكشف بنقيمه كويس وبنشوف هو بياخد دواء، هو عنده مرض معين، هو محتاج كذا، بنعمل له التحاليل، وظائف الكلى، وظائف الكبد، وبنعمل تحليل التستوستيرون، بنعمل تحليل ال اتش، بنعمل تحليل اللي هو الهرمونات، بشوف مدى نسبه الهرمونات. أيوة، عنده قد ايه كلها. انت بتاخد علاج لضغط القلب الكذا الكذا، لان في بعض الادويه بتاع الضغط والقلب بتعمل ايه؟ تثدي. فلو عنده مشكله بنخلي متخصص يعالجها، لو عنده بياخد ادويه لاي حاجه بنخلي هو يوقفها او يشفت على ادويه ثانيه بس مع الطبيب المختص ليه. طيب احنا معانا اتصال تليفوني، مجدي من الجيزه. مساء الخير يا مجدي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اكلم دكتور احمد لو سمحت. اتفضل دكتور، معاك. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك استاذ مجدي؟ انا حضرتك من الهرم، كان من حوالي سنه كده، وحضرتك عملت الابن كان عنده 20 سنه، وكان بيتكشف ينزل البسين، بيتكشف يقلع هدومه قدام حد، فانا
بشكر حضرتك جدا بصراحه. ربنا يبارك فيك يا استاذ مجدي. من فضل الله يعني، الحمد لله. الحمد لله، يجزيك خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. تسلم يا استاذ مجدي. يعني حقيقه دكتور والله احنا بنشكرك جدا جدا. ربنا يبارك فيك. طيب في اي حاجه ظاهره عليه من علامات الجرح، من كذا من كذا؟ لا من الشفط، من الكلام ده كله؟ الحمد لله تعافى تماما الحمد لله. الحمد لله ده من فضل ربنا. نشكرك بعد ربنا طبعا يا دكتور، ربنا يوفقك دايما يا رب. الله يخليك. في اي سؤال ليك تاني يا استاذ مجدي؟ لا شكرا، انا حبيت اشكر الدكتور بس عشان دكتور احمد بصراحه ما شاء الله يعني، اللهم صل على النبي. ربنا واحنا بنشكرك يا استاذ مجدي، وكنت منور معانا في قاعده معنا. طيب نرجع تاني يا دكتور، وعايز اسالك بقى السؤال اللي انا مش يعني مش عايز يكمل معايا. بالنسبه للي هم الشباب اللي هم بيلعبوا كمال اجسام او الجيم، بياخدوا حاجات حقن او بروتين او ادويه معينه علشان يبتدي ان هو يضخم جسمه قوي وبعد كده يبتدي يعمل عمليه التنشيف في جسمه، فالادويه او الحاجات اللي بياخدها في الجيم دي علشان يضخم الجسم عنده، فبالتالي ان هو بيضخم صدره وعضلاته علشان يعمل فورمه معينه، ده بيأثر بعد كده وبيخليه يجيله مرض التثدي ولا لا؟ ممكن طبعا في اوقات كتير جدا، ودايما انا لما بنصح اي حد يروح الجيم اقول له الجيم دي رياضه كويسه، تروح الجيم بس اي حاجه ما تاخدهاش، اي حقن ما تاخدهاش. لازم بس بيكون عندهم يا دكتور استعجال ان هو انا عايز جسمي يتعمل يعمل فورمه بسرعه وانفخ جسمي. العب براحتك والعب رياضه براحتك وكون عضلات وكل حاجه، كل ده ما ينفعش تاخد اي حاجه، لان الحاجات اللي انت هتاخدها دي ممكن تاثر بالسلب، ممكن تسبب ان يحصل لك تسدي، والتسدي ده الحقن ديت بتتجمد كمان تحت الجلد خلاص وفي الثدي، وبنحتاج ان احنا نشيلها وممكن تعمل مشاكل. انما يعني بنقول دايما على طول لاي شاب عاوز تروح الجيم، عاوز تلعب رياضه، الكلام ده كله ده كلام كويس جدا اهم حاجه، بس من غير ما تاخد اي حاجه. طب حتى المكملات الغذائيه اللي هي البروتين اللي بياخدوه برضو بتعمل مرض التسدي ولا لا؟ هي برضو في حاجات من دي بتتكون في الجسم، في حاجات من دي بتعمل طبعا مرض التسدي اللي هو الانابوليك والاسترويد والحاجات دي كلها، احنا هناخدها ليه؟ انت شاب وكويس، صحتك كويسه، عايز تروح الجيم ما تروح، بس انت ما تاخدش حاجه. الحاجه الثانيه، انت الوقت الواحد لازم ياخد، هياخد حاجه وهياخد مكومات ومكملات غذائيه والحاجات زي كده هياخدها عشان هو تعبان. طب انت مش تعبان، انت شاب وانت كويس خلاص. طيب عايزين نرجع لقبل يعني كده. هو يعني هو يبتدي ان هو عايز تلعب جيم او عايز تعمل فورمه لجسمك، العب رياضه وكل الاكل اللي هو فيه البروتينات اللي انت بتاخدها بس كده، او المكملات بس نفسها كده. طيب احنا في اشكال وانواع معينه قلنا لمرض التثدي، واحنا كان معانا صور ليها، صور معانا جاهزه، الصور معانا جاهزه يا جماعه. طيب ده مرحله، ده اولى ولا ثانيه ولا ثالثه يا دكتور؟ لا دي مرحله اولى. ده مرحله اولى من مرض التثدي. مرض التثدي خلاص. طيب هو بس وجود زياده بس في الدهون، والدهون مش كتير خلاص، اللي هي حوالين الثدي والغده. واكيد طبعا احنا لما نفحص العيان ده ونحط ايدنا عليه بنعرف اذا كان في ديسك ولا لا. الديسك ده اللي احنا قلنا ان الغده اللبنيه نفسها فيها تضخم. بس المرحله الاولى يعني باين ان هي ممكن دي صعبه شويه. لا لا ده دي مش صعبه، في مراحل اصعب من كده بكتير. طيب في صور تاني معانا. طيب هي طيب نرجع تاني يا دكتور، ده دي اللي هي العمليه الجراحيه. بيشوف العيان وهو نايم في العمليه. دي كده اللي هي تحضيرات الجراحه. احنا عايزين نتكلم على تحضيرات الجراحه لمرض التثدي. احنا بنقول للعيان الاول بعد ما نقيمه ونعرف الدرجه اللي احنا عايزينها، الدرجه اللي موجوده درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه، احنا هنعمل معاها ايه، احنا هنتصرف معاها ازاي. وبنأهله نفسيا الاول يا دكتور، لان هو طبعا اكيد لازم بيكون جاي عنده مرض نفسي او ازمه نفسيه بالنسبه للمرض اللي عنده. اكيد، ما هو ده احنا اتكلمنا عليه في الاول، وقلنا ان العيان ممكن بعد سنه واثنين وثلاثه وعشره يروح للدكتور ويفكر. انا بيجي لي ناس عندها 40 سنه والموضوع معاها من 25. ده مرحله اولى برضو ولا ثانيه؟ مرحله اولى، واحنا بس استئصال للديسك. يعني انت شايفه حضرتك اللي هو موجود على الناحيه اليمين دي، ده اللي هو الديسك، ده اللي احنا قلنا عليه اللي هو الايه؟ الديسك اللي هو الغده اللبنيه المتضخمه اللي أنا دي ما بتطلعش. دي ما بتطلعش في الشفط، لان شفط الدهون في الحاجات دي بيشفط الدهون اللي هي ايه؟ سهله، انما دي ما بتطلعش، لان دي عباره عن غده لبنيه صلبه، فدي غالبا ما تطلعش مع كل الايه؟ الدرجات. يعني فلازم نفتح فتحه صغيره زي ما قلت لحضرتك حوالي 2 سم من تحت الهاله، ونستأصل فيها الغده دي، وبنسيب جزء تحت الهاله البنيه دي عشان ما يحصلش ايه؟ التضخم تاني او اللي هو لا عشان ما تدخلش لجوه بقى شكلها وحش، يبقى فيها ديمبلنج هنا كده او ايه؟ او داخله لجوه اللي هي تبقى مستويه مع شكل الجسم. طيب في امراض تانيه يا دكتور او
اشكال تانية لمرض التثدي يعني ممكن تاثر اكتر من هي شكل بس؟ يعني ممكن تاثر يعني هو الشاب دلوقتي عنده مرض التثدي. ايوه. هو مرض التثدي بالنسبه له ان هو شكل. هو في العموما في الاول والاخر شكل بالنسبه للعيان، والشكل ده عامل له أزمة مشكله نفسيه. والازمه النفسيه بنقول ده في حاجه عامل نفسي، ده ما هو ده ايه؟ مرض نفسي، ما هو ده الم نفسي، ما هو ده خوف، ما هو ده عدم ثقه، ما هو ده كذا كذا، ما ده كذا وده كذا. كل لكن ده هي بتسبب الم عضوي نفسه؟ لا مفيش الم عضوي، غير ان احنا برضك الكلام ده كله احنا بنسميها في الاخر هي حاله مرضيه ولا تجميليه؟ لا هي بالنسبه لنا تعتبر حاله مرضيه ولابد من علاجها، بس لازم نعالجها خلاص ونطلع بشكل جميل رائع في الاخر جمالي عشان ما يحصلش تشوه في الصدر وهو مش شايف اي حاجه في صدره، هو عاوز يقلع هدومه وينزل في المصيف، يخرج مع اصحابه، يقدر يغير قدام حد، فما نعملوش حاجه مشكله خلاص بعد العمليه تظهر قدامنا كايه؟ كمشكله اكبر خلاص. طيب احنا معانا اتصال تليفوني من زياد من الجيزه. مساء الخير يا زياد. مساء الخير، منور قاعده مع نشوى. اتفضل حضرتك. اتفضل يا زياد. بدايه انا بشكر قناه الصحه والجمال على الاداء الجميل بروعه الضيف والمذيعه. ميرسي يا زياد، شكرا لذوقك. طبعا ليها عبء نفسي كبير جدا، لكن سؤالي دكتور احمد فهمي علشان وقت الحلقه. اتفضل. دكتور احمد ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل. سؤالي لحضرتك، هل الجيم ممكن يعمل علاج نهائي لمشكله التثدي سواء كان من الدرجه الاولى او الثانيه او الثالثه؟ سواء الدرجه الاولى، ممكن الدرجه الاولى خلاص تخف شويه خلاص لو كانت هي دهون فقط، انما الدرجه الثانيه والثالثه طبعا لا. الجيم هيحسن شويه، هيحسن من كميه الدهون اللي موجوده، بس الجيم مش هيخفيها، وهيفضل برضك الترهل في الجلد او زياده او اللي هي التضخم والديسك اللي موجود ما بيروحش بالجيم خالص. عندك سؤال تاني يا زياد؟ شكرا جزيلا. متشكر. شكرا ليك يا زياد. طيب هو فعلا الدكتور الجيم ممكن يعني هو ولد في ناس عايزه مكسوف. احنا بنخاف من الجيم من حاجتين، لا اما هو راح الجيم وحصل موضوع التثدي، او ان هو عنده او ان هو عنده مشكله التثدي وعاوز يروح الجيم عشان ايه يخفف الموضوع، او مكسوف او مش عاوز يروح لدكتور. لا، انت اعرض نفسك على دكتور وشوف وحدد معاه وخلاص وخد الخطوه، يعني ما تتاخرش. طيب فضل. هو بالنسبه له ان هو عنده المرض التثدي وفكر ان هو يروح الجيم علشان يعالج نفسه بيه عشان هو مكسوف، يروح لدكتور ويقول له عالجني من ده او اعمل لي عمليه. لو عندنا تضخم في الغده اللبنيه ده ما بيروحش باي حاجه غير باستئصالها او بشفطها، ما بيروحش خالص، ما بيروحش باي حاجه. طيب طرق العلاج بتاعته يا دكتور اللي هي الجراحه بس؟ اللي هي الجراحه بس فقط، التدخل الجراحي. التدخل الجراحي، واحنا بقى التدخل الجراحي احنا عندنا لايبوسكشن، ده تدخل جراحي. طيب في لايبوسكشن ونقول اكسجن للديسك، ان احنا هنستأصل الايه الديسك او الغده اللبنيه نفسها، لان دي مش هتطلع مع الايه مع الشفط، والشفط بقى بكذا حاجه، بالفيزر، بالشفط الجراحي العادي، بالجي بلازما، كل الفيزر والجي بلازما والحاجات دي كلها والتقنيات الجديده دي عشان نشد الجلد اللي هو حصل اللي هو جلد الثدي بعد استئصال الايه الدهون عشان يرجع طبيعي، يرجع تاني ويقلل الترهل او يقلل ايه التهدل اللي حصل فيه. طب عايزين نقول يا دكتور نصائح عامه للشباب يتعلموا منها علشان اللي عندهم مرض التثدي، عايزين ننصحهم بكام نصيحه كده؟ اول نصيحه ان انت ما تتكسفش، ان انت خلاص اذا حصل وعرفت، وانت دلوقتي ممكن تدخل على النت، ممكن تدخل على اليوتيوب وتشوف العمليات دي كلها وتشوف انه درجه اللي انت فيها، لا خلاص خد الخطوه وروح للدكتور على طول، ان هو يتعامل عادي مع المرض، ان هو عادي خلاص كان عيان زياده في جسمه، كانه عيان عنده زايده، كانه عيان عنده كذا، لازم يروح للدكتور، ده لازم يروح للدكتور، ما يسيبش العامل ده مأخره، ممكن يأخره سنين وسنين وسنين. هو ممكن نوصل لمرحله يا دكتور الشاب ان هو يعني ما تقدرش تتدخل في الموضوع ده جراحيا؟ لا مفيش سن معين، احنا مفيش على سن 17 18 سن 20 سن 40 سن 45 خلاص اي سن. طب اي سن العيان يجي لنا فيه؟ هرجع لحضرتك تاني. فضل. وناخد ايمان معانا. السلام عليكم. ازيك يا ايمان، منوره قاعده مع نشوى. الله يخليك يا رب يخليكي. ممكن اكلم الدكتور احمد؟ معاكي دكتور احمد، اتفضلي. تحت امرك. ماشي، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، ازي استاذه ايمان؟ انا بشكرك فعلا جدا والله، وانا اتبسطت قوي لما شفتك على القناه. تسلمي. عندك اي سؤال يا ايمان؟ اتفضلي. انت اللي من سنتين شفطت لي دهون من على بطني، والله يبارك لك. الله يخليك. وانا اتبسطت جدا والله يا دكتور، الله يبارك لك. تسلمي يا مدام ايمان.
الله يخليك يا دكتور. هذا من ذوقك. عندك بس. اي سؤال تاني يا استاذه ايمان دكتور احمد؟ لا والله انا لما شفت الدكتور على القناه انا الله يخليه يا رب. تسلمي يا ايمان وكل سنه وانت طيبه. شكرا يا ايمان. شكرا ليك يا ايمان. نرجع تاني يا دكتور ونكمل كلامنا لمرض التثدي، وقلنا ان في مراحل معينه ممكن الجراحه ما تقدرش ان هي تتدخل فيها. انا سؤالي ان هو لو حد مثلا عنده مرض القلب او السكر او الضغط او ايا كان المرض اللي عنده، بس مش هنقدر نتدخل معاه جراحيا، فهنعمل معاه ايه؟ ولا العمليه الجراحيه مش هتاثر على المرض اللي عنده؟ بالظبط كده، احنا بنشوف ونقيم العيان ونعمل له التحاليل ونشوف هو بياخد ادويه. مثلا في مريض قلب بياخد ادويه او مريض ضغط، في بعض الادويه دي اصلا بتسبب مرض تثدي. لا احنا بنقول له روح للدكتور وخليه يكشف على ادويه ثانيه عشان تقلل التثدي اللي موجود. احنا بالنسبه لنا العيان ده مناسب للعمليه ولا لا، ده بنقيمه بالتحاليل خلاص، وبحاجه بس نبص عليه ونقيم ونشوف دكتور التغذيه ده فيه مشكله ولا لا، طيب نقدر نقيمه ولا لا، نقدر نعمل له عمليه ولا لا، طب هو هيستفاد بالعمليه ولا لا. احنا لازم نعرف ان العيان ده هيستفاد بالعمليه ولا لا. يعني خلي واحد مريض ضغط او سكر او عنده سمنه كتيره في اي حته تانيه، فمش هتفرق معاه صدره، لا نقول له نعمل حاجه تانيه، نعمل نظام غذائي، نعمل كذا لحد ما الدنيا تبقى كويسه، ويبقى في تناسق. مش هاجي اعمل له صدره بس خلاص واعمل له التسدد اللي عنده، وعنده بطنه قد كده او دراعاته قد كده وعنده مشكله مثلا في الايه، في الضغط او السكر او كذا او كذا. يعني انا بعالج له ده الاول وبظبطه الاول وبعد كده ببتدي اعمل له العمليه الجراحيه. أيوة. لمرض التثدي. طيب لو هو مثلا عنده مرض التثدي وسمنه مفرطه ومشكله مثلا في السكر، عنده مرض السكر، فطبعا لازم ابتدي اعالج. نعالج الاول السمنه المفرطه خلاص، وهي بيها هتقلل مرض السكر شويه، او السكر هيتظبط على علاج السمنه المفرطه. طيب علاج السمنه المفرطه مع المتخصصين بتوع جراحات السمنه خلاص، باي طريقه ثانيه العيان نفسه هيخس. هيخس قد ايه؟ في عيان بيخس 20 كيلو، عيان بيخس 40، عيان بيخس 50، عيان بيخس 70 كيلو. فلما يخس كل ده هيظهر بردك على بقيه جسمه وهيظهر على صدره، بس صدره هيحصل فيه تهدل خلاص، ودي بقى من الدرجات الثالثه عندنا في التثدي، اللي هي التدخل الجراحي. أيوة. السريع. ايوه، فده ان احنا محتاجين برضك نعمل استئصال للدهون الزياده ونرفع الثدي كويس عشان نشيل التهدلات والايه والترهلات اللي حصلت في الثدي. طب هي ممكن السمنه المفرطه هي اللي تؤدي لمرض التثدي؟ ما هي السمنه المفرطه بتبقى في كل الجسم وممكن تؤدي للتثدي. طيب. عادي. اعرفها ازاي بقى؟ يعني ممكن مثلا انا ابني مثلا عنده 4 سنين وعنده مثلا سمنه مفرطه، فبالتالي انا شايفه ان عنده تضخم في الثدي، فهقول ان هو عنده مرض تثدي. ما احنا هقول عليه مرض تثدي بس مش هقدر اعمل له حاجه، مش هدخل اعمل له صدره في الوقت ده، لا طبعا همشيه على نظام ريجيم معين خلاص مع حد متخصص عشان هو ينزل او ياكل ايه وما ياكلش ايه، او يلعب رياضه او يتحرك قد ايه في اليوم، الكلام ده كله الاول. وبعد كده لما جسمه ينزل كله هشوف صدره نزل معاه ولا لا. طب لو في تدخل هيبقى بعد قد ايه؟ هيبقى بعد سن 14 او 15 سنه، مش هيبقى. فبالتالي لازم اتابع مع دكتور مختص علشان اعرف مش هيبقى ابني في السن ده. السمنه المفرطه دي يتعالج منها وبعد كده اشوف اذا كان عنده مرض ثدي ولا لا. أيوة. دكتور احمد سيد فهمي استشاري جراحه التجميل والحروق ورئيس قسم جراحه التجميل والحروق مستشفى ام المصريين، شرفتني النهارده في قاعده مع نشوه، وبجد حلقه انا استفدت منها شخصيا، ويا رب انتوا كمان تكونوا استفدتوا منها. واستنونا الفقره اللي جايه واحتفال عيد الام. مستشفى الزهراء التخصصي بمركز العياط. مستشفى الزهراء أكبر صرح طبي شامل كل التخصصات الطبية تحت إشراف نخبة من الأساتذة المتميزين والأطباء والاستشاريين. في مستشفى الزهراء أحدث المعدات الطبية بأحدث التقنية العالمية، العلاج بأحدث الطرق. في مستشفى الزهراء كل التخصصات في جميع الحالات المرضية، عيون، نساء وتوليد والأطفال، علاج الآلام الجهاز الهضمي والكبد، العيادات الخارجية. في مستشفى الزهراء أكبر معمل تحاليل على أعلى مستوى من الدقة في النتائج، وأيضاً جهاز الأشعة المتقدم وعلاج طبيعي لكل الحالات الصعبة والحرجة في مستشفى الزهراء. أكبر حضانة لرعاية الأطفال حديث الولادة، كما يوجد غرف عمليات لاستقبال أحرج الحالات تحت إشراف نخبة متميزة من الأطباء، وأيضاً غرف إقامة بعد العمليات وعناية مركزة بأحدث الأجهزة الطبية وغرف إقامة على أعلى مستوى. مستشفى الزهراء التخصصي بالعياط، خدمة 24 ساعة تحت إشراف دكتور كورني عبد الستار محمد. مستشفى الزهراء
الطريق إلى النجاح. ونحن في مستشفى الزهراء إدارة وعاملين نسعى جميعا لراحتكم. هذا البرنامج برعايه